ياسر بمعنى تجاري، معناتها مثلا كان ما جاش لطفي بوشنيق عامل اسم كبير ياسر، ولطفي بوشنيق خادم البر وكذا، راه ما كانش يتعدى في الاذاعه. ثم هي بعيده شويه على الاعلام باعتبار اقامتها في فرنسا. ولو تنجم تكون مقيمه في اي بلاصه معناتها تكون موجوده في العالم. على كل هذيك حسين قوس نستسمحك في تقديم تحيه خاصه لهذا التلميذ الذي حقق امتياز في جهته في ولايه قفصه تحديدا في المتلاوي، في هو الأول في السيزيام بمعدل 19.20. أمان الله أمان الله، تبارك الله عليه، معناها لابد أنه نسلم عليه. معنا السيدة سوسن والدته. السيدة سوسن صباح الخير. صباح الخير تحبيب، صباح الخير، وصباح الخير كل المستمعين الإذاعة الوطنية. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مبروك هذا هذا التميز لولدك أمان الله. يبارك فيك، يعيشك يعيشك. الرويسي هكا؟ أي أمان الله الرويسي. نعم، يدرس بالمدرسة الابتدائية حي الثالجة هكا؟ يدرس بالمدرسة الابتدائية حي الثالجة المتلاوي. في المتلاوي، نعم. معناها من المدرسة، من المكتبة، من القسم الأول قصدي. إلى الآن ديما متميز؟ الحمد لله ديما أمان هو الأول على القسم، وكيف كيف حتى يبدأ الأول على المدرسة الحمد لله. نعم. كيفاش يحضر؟ تعاونوا كيفاش؟ أكيد هي الحكاية بدت من الأول بالكل، معناها أنا أمان بصراحة ما كنا معناها كي كان يقرأ في السنة الأولى وإلا التحضيري ماهيش محطوطة حكاية النموذجي، لا أنا حبيت من الأول على الأساس إنه أمان يكون متكون على تكوين صحيح. من بعدها بديت نكتشف انه امان الحمد لله عنده ذكاء باقي يمشي معايا، معناها هو متميز معناها في القرايه كيف كيف المعلمين نتاعو لاحظوا هكاك. مشيت نخدمه معناها يوميا القرايه اجور شويه زايده ماهوش برشا، معناها ما قريتوش انا في السنوات الاولى لا الحق، ما عادي يقرا عادي في الدار في القسم يروح شويه يلعب شويه قرايه، اما في السنه الثالثه كيف كيف قرا شوي برك، معناها كل ماده يقرا حتى عند المعلم صحيح. نعم. ما فماش حاجه زايده والا حاجه اكثر من اللازم. نعم سوسن، لما عطوني رقمك واتصلت بيك انت ذكرتني وقلت لي حاجه انا نسيتها، انك عملت تربص في الاذاعه لانك انت درست في معهد الصحافه. اي انا صحفيه في الاصل. وكنت في التربص باشراف شكون؟ بإشراف المدير الهمامي. أي وحضرت معك. أي وحضرت معك أنت زيدا. صحيح نعم، الله يرحمه سي المدير الهمامي. الله يرحمه مدير الإذاعة. الله يرحمه. بحذاك أمان الله أكيد. أي بحذايا أمان الله حاو معك. أمان الله الرويسي حقق معدل 19.20 في كل ولاية قفصة. أمان الله صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة. شكرا. قد عمرك أمان الله؟ 12 سنة. 12 عام. عندك أصدقائك متميزين كيفك، ناجحين بارزين؟ نعم. عندهم معدلات باهية؟ نعم. اي مثلا شكون سمي لي؟ ثم 17.60، ثم 17.5، ثم 16.95، ثم 16.75، ثم 16.5. اي انت امان الله مغروم بالكتيبه كذلك، معناها تكتب القصص؟ نعم عندي سلسله من قصص المكتوب. نعم، ولكن عندك طموح من نوع اخر انك تحب تصبح طبيب. نعم كيفاش ان شاء الله؟ كيفاش المهنه هذه مهنه نبيله وصارفه، ديما نسمع عليها ان هي معناها مهنة الناس كل يحبوا يصبوا إليها. نتمنى إني أنا نكون في يوم من الأيام، حاليا أمنيتي هي أن نكون طبيب جراح، ونكون حتى الناس يحترموك ويقدروك وتكون مهنة مشرفة تنقذ حياة الناس. يعطيك الصحة. باعتبار تحقيقك لمعدل مرتفع 19.20 معنى ذلك أنك متميز في أغلب المواد أو في كل المواد يعني. نعم. يعني في الرياضيات، في العربية، في الفرنسية، في الكل. نعم الحمد لله. نعم. أين تقع المتلوي يا أمان الله؟ هي معتمدية من ولاية قفصة، تقع تحديدا ما بين قفصة والتوزر. تبعد عن العاصمة 380 كيلومتر. 380 كيلومتر، شفت حسام؟ اي نعم ما شاء الله. اي ما شاء الله. باش تتميز المتلوي على مستوى
معناها خيرات. عدس لو قبل متلوي على الثلج نصور، فما جبال الثلج معروفه على الاخر في ال اي نصور يعطينا اكثر. هو نصور كي ان شاء الله كي يكبر من الله بقدره ربي يزيد يثمن اكثر البلاصه اللي هو جاي منها، لانه مهم انه ما ننساوش الجذور نتاعنا. حكينا شويه على الثلج من المتلوي. الثلج هي منطقه سياحيه ياتي اليها السياح خاصة الأجانب وخاصة التونسيين، يأتون إلى الجنوب التونسي باش يتمتعوا بالمناظر ويركبوا في الـ في الليزار روج. إي نعم الليزار روج. إي في القطار هذا. القطار الأحمر، القطار البي سميه الأحمر. إي. ونتلوي هي عاصمة الفوسفات وعندها دور رهان في الاقتصاد نتاع البلاد. أي. حيث ان هذه الفوسفات يصدروه للخارج ويعطي ثروات تساعد الاقتصاد البلاد. تبارك الله عليه، شفت كيف؟ تبارك الله، هذم اللي نبنيو بهم البلاد. انا فرحان بهم لان الشباب هذوما ما شاء الله عليهم، ولادات صغار ان شاء الله داخل في مرحله الشباب ان شاء الله باش يكون في باش تمشي امان الله المدرسه الاعداديه النموذجيه نورمالمون ان شاء الله. ان شاء الله. يا باهي. والبرنامج من بعد بشوي بشوي ان شاء الله بشكون تقعد في تونس ولينا طبيب كبير ياسر وتولينا مهندس كبير ياسر ولا اللي هي. نعم. ان شاء الله كان سير رب. تحب الرياضة أمان الله؟ حقا في الحقيقة لا. يحب الموسيقى أمان. يلزم هواية مع القراية. يحب الأدب، يحب الأدب. نعم. أي يكتب القصة راه. تكتب القصة والخاطرة والشعر. مثلا يعني شنو تكتب؟ شنو اهتماماتك في الكتابة؟ خاصة أنا ما نكتبش ياسر على الكتب العلمية ولا التاريخية، خاصة نكتب مثلا الكتب نتاع المغامرات نتاع القصص الخيالية نتخيلها أنا من وحي الخيال. ما شاء الله. هاي معناتها تخلق أنت شخصيات، تخلق أبطال خارقين ولا أحداث فيها شوية واقعية ما شوية خيال. هاي بالضبط. شكرا أمان الله، يعطيك الصحة، مبروك هذا التميز وهذا النجاح والتألق، وتحية لعائلتك البوك. عندك أخوات بالتأكيد؟ أنت الابن الوحيد. أي نعم. قالت لي الوالدة متاعك سوسن. صحيح. نعم ترجع لي سوسن بسرعة. شكرا أمان الله، ترجع لي سوسن وردتك. أي شكرا. شكرا سوسن الرحالي هكا. رحالي. أي سوسن الرحالي. أي مبروك و تحياتي من جديد لكل عائلتك سيدة سوسن. شكرا. شكرا. شكرا سي حبيب وشكرا للاستضافة. يعني إلى اللقاء ويومك.